وكمان من ضمن التفاصيل اللي اتكلم فيها اتكلم عن علاقته بالنادي الاهلي بعد تواجده في النادي لمده 8 شهور، تحس ان هو بقى بقاله اكتر من كده بكتير. صحيح. بسم الله ما شاء الله بطولات كتير. هو عارف في ناس كده بتندمج بسرعه، يعني جدا. هو اندمج مع الناس والناس اندمجت معاه بسرعه جدا. غير الاندماج كمان، يعني هو ده نقصد كمان ايه، ان في زمن قياسي تقريبا 4 بطولات مبدئيا ولا 5 لغايه دلوقتي، وبينافس حاليا في الموسم ده على كل البطولات. كريتيكال جدا طبعا. فتحسين انه معانا بقاله كتير، بقاله سنين مش مجرد 8 شهور. على كل الاحوال هو اتكلم عن الثمان شهور دول اللي هو قضاهم في النادي الاهلي وعن التعاون قد ايه مثمر ما بينه وما بين النادي، وكلم كمان عن تفصيله لقاءاته واجتماعاته بشكل دوري مع كابتن محمود الخطيب ووصفها بالاجتماعات المثمره، واكد من خلال هذا الكلام على ان كابتن محمود الخطيب دايما بيسالوا انتوا محتاجين ايه؟ ناقصكم ايه؟ المشكله فين عشان نحاول نشتغل على حلها؟ وهو كان يعني سعيد جدا، واضح من كلامه سعيد جدا بهذه التفصيله، وكمان وقف عند تفصيله ان انا بتعامل مع رئيس نادي مارس كره القدم من قبل ومش مجرد مارسها. احنا بنتكلم على كابتن محمود الخطيب اللي هو معروف في كل حته في الدنيا. صح. فدي برضو تفصيله اكيد بتفرق كتير جدا مع اي مدير فني لما يكون رئيس النادي اللي هو بيدربه فاهم ودارس وعارف وعنده خبرات كبيرة جدا، والأهم من ده كله أنه هو حاسس باللعيبة كمان. قال أن الأمور بتسير بشكل جيد وأنا سعيد للغاية هنا وفي مكانة جيدة، وأعمل مع رئيس مارس كرة القدم من قبل ويدرك جيدا التحديات التي تواجهنا ويفهم أيضا الصعوبات التي نمر بها. إنه أسطورة، فبإمكانك أن ترى حب وتقدير الجميع له في أي مكان، كما يمكنك أن تشاهد أيضا لقطاته كلاعب، فهو رجل ذو قيمة وله مني كل الاحترام والتقدير، وعندما يتحدث تكون كلماته مؤثرة ولها أهمية كبيرة. أنا سعيد بأنني أعمل مع شخص يفهم طبيعة هذه اللعبة وهذا شيء في منتهى الأهمية. التفصيل اللي بنتكلم فيها فعلا زي كنت لسه بقول لحضراتكم، فكرة ان انت تبقى بتدرب نادي رئيسه حد زي كابتن محمود الخطيب باختصار كده شديد، يعني مش هنقول بقى اكتر من كده. خلاص بالظبط كده. خليني اقول لحضراتكم، او زي ما كنا بنتكلم انه ازاي موسيماني اندمج مع الناس بشكل كبير ومع الجماهير، هو تحدث كمان خلال اللقاء عن الجماهير وقال احنا بنفتقد جماهير الاهلي بشكل كبير جدا، هم شاهدناهم في قطر خلال كاس العالم للانديه وكاس السوبر الافريقي، نظرا لان هناك بنتكلم العديد من المصريين اللي بيعيشوا يعني، وكان رائع جدا ان احنا نشوفهم والجهد اللي كان كمان موجود هناك، واحنا كمان مستنيين التتويج هنا بدوري الابطال، فاحنا بننتظر كمان ان شاء الله يكونوا مسندنا. وبالنسبه لي هو قال دائما انا بسعى او بشوف الصوره او بشوف قد ايه الجمهور بيبقى ليهم دور كبير جدا في دعم اي فريق، وبالتحديد هو تحدث عن جمهور الاهلي، فحلو برضو ان هو تحدث عن جمهور الاهلي بهذا طبعاً الشكل يعني طبعاً. دي ليها برضو تاتش زي ما بتقال او ليها ترجم لي، خش يا باشا تاتش خلاص يا تاتش، لمسه لذيذه يعني، لمسه لذيذه.